بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعيد بلقياكم أعزائي الطلبة دائما في إطار هذه المحاضرات التي تتم تحت إشراف وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي من أجل تمكين الطلبة من الاستمرار في تلقي محاضراتي. هذه المحاضرة موجهة لطلبة الفصل الثاني دراسات تخصص دراسات قانونية بالعربية وحدة نظرية الالتزامات والعقود، وعنوان هذه المحاضرة يتمحور حول بطلان وإبطال العقد. فالمشرع المغربي أوجد مجموعة من الجزاءات عند مخالفة القواعد التي نص عليها، خاصة فيما يتعلق بإبرام العقود، والغاية في ذلك هو حماية الأمن القانوني للعقود أو الأمن التعاقدي. وتختلف هذه الجزاءات باختلاف نوع المخالفة ودرجتها، حيث تتراوح هذه الجزاءات بين البطلان والإبطال. يطرح التساؤل: ما المقصود بالبطلان وما هي آثاره؟ وما المقصود بالإبطال وما هي آثاره؟ ما الفرق بين البطلان والإبطال والفسخ وعدم النفاذ؟ الأول، البطلان. المقصود بالبطلان هو ذلك الجزاء الذي رتبه المشرع على تخلف أحد أركان التصرف القانوني، كان العقد طبعا، الرضا والمحل والسبب، فالتخلف الشكلي في العقود الشكلية والتسليم في العقود العينية، أو الحالات التي يقرر فيها القانون بطلان هذا التصرف. طبعا فصل 306 نص على قانون الالتزامات والعقود، نص على حالة البطلان بحيث بطلان بقوة القانون، بحيث نص على أنه يكون الالتزام باطلا بقوة القانون إذا كان ينقصه أحد الأركان اللازمة لقيامه، إذا قرر القانون في حالة خاصة بطلان. الحالة الأولى، تخلف أحد أركان العقد. حالة تخلف أو انعدام ركن من الأركان العامة للعقد المتمثلة في الرضا طبعا والمحل والسبب بالإضافة إلى الثانية، فإن أي التزام أو عقد نشأ بدون طرف طرفين، أو تم التعاقد فيه على شيء وهمي أو بناء على سبب غير مشروع، فإن مصيره يكون هو البطلان. ونفس الشيء يكون مصير العقد إذا ما كانت طبعا في وجود أركان خاصة، إذا ما أضاف المشرع أركان خاصة مثلا الشكلية في العقود الشكلية، حيث تصبح الشكلية ركنا خاصا ويؤدي انعدامها إلى بطلان التصرف. ثم التسليم في العقود العينية مثلا كعقد الرهن العيازي. ووجبت الإشارة إلى أنه يجب التمييز بين غياب هذه الأركان وانعدامها وبين نقصانها أو مساس بصحتها، فالنقص كعيب الرضا أو نقصان الأهلية هذا لا يؤدي إلى بطلان هذه العقود، وإنما إلى قابلية العقد للإبطال، البطلان النسبي. الحالة الثانية، نص حالة الحالة التي ينص فيها القانون على البطلان. حالة بطلان العقد بمقتضى نص قانوني تتم الاعتبارات تتعلق بالنظام العام، لأن النص القانوني هنا قد يحول دون قيام العقد الصحيح، العقد رغم أنه عقد صحيح مستوفي لجميع أركانه العامة والخاصة، ولكن القانون نص على بطلانه. أنت مثلا على تقرير البطلان بنص القانون الفصل 870 قانون التزامات والعقود الذي يمتل جميع العقود التي تشترط الفائدة بين المسلمين، وكذلك الفصل 728 قانون التزامات والعقود الذي يبطل العقود التي تنص على تقديم المدين خدماته لفائدة الدائن طوال حياته. مظاهر البطلان أو خصائص البطلان، نتساءل عن هذا البطلان. يرتب البطلان أو يترتب البطلان كجزاء على انعدام العقد، وتنتج عنه عدة مظاهر أو خصائص نذكر منها. أولا، بطلان الالتزام الأصلي يستتبع بطلان الالتزام التابع ويأتي إلى بطلان الالتزام التابع، فبناء على قاعدة الفرع يتبع الأصل
فطبعا بطلان الالتزام الاصلي يترتب عليه بطلان الالتزامات التابعه ما لم يظهر العكس من القانون او من طبيعه الالتزام. طبعا الالتزام الاصلي هو ذلك الالتزام الذي يقوم لذاته، اما الالتزام التابع لا يقوم لذاته بل هو دائما يتبع الالتزام الاصلي. الحاله الثانيه والخاصيه الثانيه هو ان بطلان جزء من الالتزام يبطل الالتزام بربطه، بمعنى بطلان جزء من العقد يبطل العقد بمجموعه، خاصه اذا كانت التزامات ورقات مترابطه وغير قابله للتجزئه، لكن هذا ما لم يكن العقد قابلا للبقاء بدون الجزء الباطل، مثلا كما جاء في الفصل 1114 في قانون التزامات والعقود المتعلقه بالصلح، حيث الصلح لا يقدر التجزئه فبطلان جزء منه او ابطاله يقتضي بطلانها او ابطاله كله، ولكن هناك حالات يمكن ان يستمر هذا الصلح اذا امكن فرزه او قيام جزء من مستقل من هذا العقد. الحاله الثالثه هو العقد الباطل لا تصححه الاجازه او التصدير. طبعا الخاصيه الثالثه للبطلان هو ان العقد الباطل لا تصححه الاجازه او التصدير، فالعقد الباطل لا ينتج اي اقع لا بالاجازه ولا بالتصديق. طبعا الاجازه هي موافقه متعاقد على تثبيت العقد الباطل وجعله عقدا ينتج اثار العقد الصحيح، اما التصديق فهو موافقه شخص اجنبي على العقد وبه يضيف هذا الاجنبي طبعا اثر هذا العقد الى نفسه. رابعا او الخاصيه الرابعه ان التقادم لا يصحح العقد الباطل، البطلان لا يزال بالتقادم، الدفع بالبطلان لا يتقادم، لماذا؟ لأن الباطل معدوم والعدم لا يسمح موجودا بمضي الزمن، ومهما مر الزمن فالدفع بالبطلان لا يسقط بالتقادم، ولكل ذي مصلحة في البطلان طبعا أن يرفع دعوى ويطلب فيها تقرير البطلان. طبعا التقادم لا يمكن نتصور أن التقادم يقلب الباطل ويجعله يكتسي صفة الصحة ويجعله منه أمرا صحيحا. نشير إلى مسألة أساسية وفق المبادئ العامة، ورغم اتفاق النص على تقادم دعوى البطلان فإن هذه الدعوى تتقادم بمرور 15 سنة وذلك حفاظا على استقرار المعاملات. آثار البطلان، الأصل أن العقد الباطل لا يقدم أي آثار لأنه قانونيا غير موجود ولم ينشأ أبدا بين عاقله ويطبق بأثر رجلي سواء بين الأطراف أو مع العين. فإذا كان العقد الباطل لم ينفذ بعد أو لم ينفذ بعد فلا يمكن لأحد الطرفين أن يلزم الآخر بتنفيذ العقد، لكن في حالة التنفيذ ما العمل؟ فمقتضيات البطلان تقتضي بنقض التنفيذ الحاصل وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل الالتزام عملا بقاعدة ما بني على باطل فهو باطل، لكن هذه القاعدة هناك استثناءات، حجمنا هناك بعض الحالات يمكن فيها العقد الباطل ترتيب بعض الآثار الصحيحة مطار أثر العقد الصحيح. نذكر مثلا حالة عقد الزواج الفاسد، حيث ينتج عن عقد الزواج الفاسد بعض آثار الزواج الصحيح، لماذا؟ حماية لخصوصية الأسرة، فيعتبر دخول الزوج على الزوجة في الزواج الفاسد دخولا شرعيا تستحق به الزوجة الصداق وتبول النسب وتعين بذلك فترة الاستمرار. حالة تحول تصرف، تحول العقد مثلا كما لو كان عقد البيع باطلا فإنه يكون صحيحا باعتباره عقد هبة، حيث ينص الفصل 390 من قانون التزامات والعقود على أنه إذا بطل الالتزام باعتبار ذاته وكان به من الشروط لا يصح به التزام آخر جرت عليه القواعد المقررة لهذا الالتزام الأخير. حالة عدم تأثير البطلان على الحقوق المكتسبة للغير، طبعا حسن النية في المادة العقارية خاصة عند تقييد هذه الحقوق باسم الغير في الرسم العقاري مثل الفصل 66 ظاهر التحفيظ العقاري والمادة 2 من مدونة الحقوق العينية. لا بد من إشارة مهمة وهو أن البطلان جزاء يتعلق بالنظام العام، يجوز للقاضي أن يحكم به من تلقاء نفسه ويجوز لكل من كانت له مصلحة أن يطالب به،
ذلك تسقط دعوى المطالبة بالبطلان بمضي 15 سنة من وقت إبرار العقد، ويترتب على الحكم به زوال تصرف بأطر الريشني الإبطال. نتساءل الآن ما هو الإبطال؟ ما المقصود بالإبطال؟ المقصود هو طبعا الطلب وجزاء تخلف شرط من شروط صحة العقد، ويعتبر العقد باطلا نسبيا أو ما يسمى أيضا بالقابل للإبطال عقد منتج. طبعا هذا العقد هو عقد منتج لكل آثاره بين المتعاقدين وبالنسبة للغير، إلا أن المشرع أعطى الحق لأحد المتعاقدين المطالبة بإبطاله وزوال كافة آثاره بأثر رجعي، فالعقد هنا قابل للإبطال طبعا لمصلحة من تقرر له الحق في المطالبة بالإبطال، وهو بذلك عقد صحيح يرتب جميع آثاره، إلا أن تم خطأ يعدل وهو إمكانية مطالبة أحد أطرافه بإبطاله فينتهي وتفنى كل آثاره. لكن إذا لم يطالب به أحد أطرافه أو الطرف المعني بإبطاله فإن العقد يقع صحيحا وينتج كل آثاره، وبالتالي يكون الإبطال عكس البطلان، فالإبطال لا يتعلق بالنظام العام وليس للقاضي أن يطلب به من تلقاء نفسه، ولا يحق للغير المطالبة بالإبطال، فحق المطالبة بإبطاله قاصر، إبطال طبعا التصرف قاصر على الطرف الذي تقرر الإبطال لمصلحته فقط. طبعا حالة الإبطال كمبدأ عام هو مثلا حالة الإبطال كجزاء على عدم صحة الرضا، وقد يكون لنقصان الأهلية أو لنص القانون. طبعا حالة عدم صحة الرضا في الحالة التي يشوب فيها الرضا عيب من العيوب، عيوب الرضا كالغلط والإكراه والغبن والتدليس، هذه هي عيوب الرضا. ثم هناك خصائص ينفرد بها الإبطال. العقد القابل للإبطال تلحقه أو تلحقه الإجازة والتصديق، بمعنى الشخص الذي معني بالمطالبة بإبطال العقد يمكن أن يجيز العقد. ثم الخاصية الثانية القابلية للإبطال يصححها التقادم، فتسقط دعوى الإبطال بمرور مدة معينة. ثم العقد القابل للإبطال يتوقف على حكم أو اتفاق، بمعنى لا يقع الإبطال بواقع الأمر، بل لابد أن يكون حكم يقوم حجة على الإبطال. الإبطال مقرر لمن شرع له ولمصلحته، معناه لم يكن له الحق في المطالبة بإبطال العقد هو الذي له الحق في المطالبة بذلك. العقد القابل للإبطال تلحقه الإجازة والتصديق. الإبطال يمكن الاتفاق على إجازته وتصحيحه، لأنه عقد موجود ما لم يتقرر إبطاله لمن له مصلحة، مثلا شخص شيء اشترى شيء لكن عندما وصل إلى منزله اكتشف بأنه وقع ضحية غلط في محل البيع الذي هو الشيء المشترك، لا يمكنه طلب إبطال البيع بإرجاع الشيء الذي أخذه أو إجازة البيع بأن يأخذه ويقول سأكتفي بهذا الأمر الذي اقتنيته ولا حاجة لي في أن أطالب بإبطال البيع. القابل هي الإبطال يصححها التقادم، فمدة التقادم في دعوى الإبطال هي سنة واحدة، فإذا لم يتمسك صاحب الحق بحقه في الإبطال وانقضت مدة سنة ولم يمارس حقه في طلب الإبطال تقادمت الدعوى. كيفية احتساب هذه السنة؟ مبدأ طبعا تقادم في حساب السنة ليس واحدا، هذا المدة في احتساب، ففي حالة الإكراه تحتسب من تاريخ زوال الإكراه، وفي حالة طبعا الغلط والتدليس تحتسب من تاريخ اكتشاف الغلط والتدليس، في حالة تصرفات القاصر تحتسب من تاريخ بلوغه سن الرشد، في حالة تصرفات المحظور عليه تحتسب من تاريخ رفع الحجر. إذن الحالة الخاصية الثالثة
العقد القابل للإبطال يتوقف على حكم الارتفاع. فالعقد القابل للإبطال هو موجود قانونا إلى أن يتقرر إبطاله، ويتقرر الإبطال إما من طرف القاضي بحكم قضائي أو بتراضي الأطراف على أو اتفاقهم على إبطاله. والحكم القضائي يعتبر منشئا للإبطال لا كاشفا له خلافا للبطلان. طبعا الحالة الخاصة الرابعة القابل للإبطال مقررة لمن شرعت له. التمسك بالإبطال مقرر لبعض الأشخاص ولمصلحتهم. هؤلاء الأشخاص هم ضحايا إما الغلط أو التدليس أو الأمر أو الإكراه أو سوء السن أو نقصان الأهلية، وهذا الحق ينتقل للورثة الخلف العام. الخصائص التي يشترك فيها الإبطال والبطلان، هناك مجموعة من الخصائص يشترك فيها الإبطال. طيب أولا إبطال جزء من العقد يبطل العقد بكامله. ثانيا تأثير الإبطال والبطلان على الالتزامات الأصلية والتبعية. فإبطال جزء من العقد يبطل العقد بكامله، ففي حالة الإبطال الجزئي وكان هذا العقد لا يتجزأ وتتقرر إبطاله بعد أجزائه، فإن الإبطال يسير يسري على العقد بأمته. أما حالة قابلية التجزئة فيمكن إبطال الجزء دون بقي الأجزاء الأخرى. إذا تقرر إبطال تأثير الإبطال والبطلان على الالتزامات الأصلية والتبعية، إذا طبعا إذا تقرر إبطال الالتزام الأصلي فإن الالتزامات التابعة يسري عليها الإبطال أيضا. مثال إذا تقرر إبطال التزام العلمي في الرضا فإن الالتزامات التبعية التي تنشأ عنه كعقد الرهن يشملها الإبطال كذلك. إشارة إذا تقرر، وهي مهمة هنا جدا، إذا تقرر إبطال الالتزام التبعي كما لو عيبت إرادة المدين الراهن مثلا، فإن الالتزام الأصلي لا يتأثر بإبطال عقد الرهن بل يبقى سليما منتجا لآثار آثار الإبطال. ذكر المشرع المغربي آثار الإبطال في فصل 316 من ظاهر إبقاء التزامات والعقود. يترتب على إبطال الالتزام وجوب إعادة المتعاقدين إلى نفس ومثل الحالة التي كان عليها قبل وقت نشأته، والتزام كل منهما بأن يرد للآخر كل ما أخذه منه بمقتضى أو نتيجة العقد الذي قرر إبطاله. وبالتالي فالإبطال يسري أيضا بأثر رجعي وتنقض الالتزامات الناشئة عنه، ويتم إرجاع المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد. لا بد من الإشارة على أن المسألة المهمة، وهي أنه على الرغم من أن أثار العقد الباطل تسري بأثر رجعي على حقوق المتعاقدين وعلى الغير، فإنه لم يمنع المشرع لم يمنع من ترتيب آثار على العقد والباطل على وجه استثنائي بالنسبة لغير حسن النية. الفسخ هو جزاء يطال العقد الصحيح في حالة تخلف امتناع أحد طرفي العقد عن تنفيذ التزاماته التعاقدية، حيث يتقدم طرف آخر بطلب فسخ العقد ليتحلل هو أيضا من التزاماته. فالفسخ لا يتصور تطبيقه إلا في العقود الملزمة لجانبين. عدم نفاذ العقد غير نافذ هو عقد صحيح من الناحية القانونية، وينتج كافة آثاره بالنسبة لأطراف العقد، لكن هذه الأطراف لا تسري في حق الغير. مثال من أمثلة هذه العقود نجد العقود الصورية أو العقود السرية، فهذه العقود ينحصر أطرافها على أطراف العقد دون غير. وأشكركم على اهتمامكم أعزائي الطلبة، وأتمنى لكم حظا موفقا، والسلام عليكم.